انت النهارده اللي بتكتب بايدك. وادي الاجواء، اجواء رائعه جدا في يوم جميل جدا، في يوم فعلا يدعو للتفاؤل، في يوم فعلا يدعو للمصافحه، يدعو للترابط، يدعو لاقرار قانون النادي الاهلي. الكل بيهني من البدايه، والكل بيدعم، والكل عنده حماس. يعني الاعضاء عندها حماس وكلام والكل لصالح اللائحه ولصالح النادي، والكل بيتكلم وبيتناقش وبيتواجد. اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وقفوا طوابير امام خيمه التصويت، صلينا الفجر ونزلنا موجودين، ناس موجوده، ناس بتشجع، الناس بتدعم. ليه؟ هو بيدعم نفسه. ترحاب شديد جدا. وادي العلاقه اللي موجوده في النادي الاهلي. ادي العلاقه اللي موجوده اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي امام ملايين من جماهير ومحبي النادي الاهلي. الناس طبعا بترحب وبتقابل الكابتن محمود الخطيب. هتاف الكابتن محمود الخطيب، وده هتاف في صورة وشكل الكابتن محمود الخطيب، لكن لكل أعضاء مجلس الإدارة، وهتاف للجمعية العمومية. النهاردة الجمعية العمومية هي البطل، النهاردة الجمعية العمومية هي اللاعب رقم واحد بقى زي ما بقول، هيحقق هدفه وهيحقق بطولته. عجباني قوي كلمة الأستاذ خالد الدرندلي، أرقام قياسية بتحققها الجمعية العمومية للنادي الأهلي، زي ما نزلت في الانتخابات في ظروف صعبة جدا وتحت ضغوط كبيرة جدا، نزلت بأكبر عدد، نزلت بأكبر جمعية في تاريخ النادي الأهلي. واضح جدا من غير ما أسمع الكلام من الصورة بس اللي أنا شايفها، التجاوب والكلام والترابط. ما دي يا جماعة أسرة النادي الأهلي، دي عائلة النادي الأهلي اللي قال عليها مجلس الإدارة، هي دي عائلة النادي الأهلي. مش الكادر ده بس، لا ده كل الكادرات وكل مقر النادي ومقرات النادي الأهلي اللي موجودة، الأسر. وادي الكادر التاني اللي فيه باقي عائلة الأهلي اللي وصلت للجنهة علشان تدلي بصوتها. وادي بقى السقفة دي، دي خمسة أهلي أو تحية النادي الأهلي اللي كان بيعملها الفريق الراحل العظيم مرتجي، واحد من رؤساء النادي الأهلي وواحد من اللي سطروا تاريخ النادي الأهلي. وادي بقى، ادي التاريخ، ادي البصمة، ادي الذكرى اللي بتقعد، وادي التاريخ اللي بيتكتب. ذكريات هتبقى، يعني هتبقى ذكريات هتتكتب في السجل الذهبي للنادي الاهلي. بسم الله معانا يا كابتن خطيب، بسم الله معانا، بسم الله معانا بقى، مش عيش وملح، ده كيك وصباح الفل على اعضاء النادي الاهلي. برضو ما زلنا موجودين وما زلنا بنتابع.